السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة الكرام، في شرق الجزائر وغربها شمالها وجنوبها، خبر جميل عاجل، اكتشاف 5 مخابئ إرهابية في ولاية جيجل. 5 مخابئ إرهابية في ولاية جيجل، ونوري لكم هنا هاو الدوفيز اللي حكموه. الدوفيز هذه في الناحية العسكرية الخامسة، القطاع العسكري جيجل. الخبر أعلنته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين، وهذا استرجاع مبلغ مالي من عائدات فدية الفدية لهذيك اللي كانت محل صفقة بمنطقة الساحل بين فرنسا والإرهابيين. هذو فرنسا الاستعمارية، وهذو فرنسا اللي تحبنا وتشتينا وتموت علينا. وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها الإلكتروني في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال الإرهابي المسمى زرمان حسن، المدعو أبو الدحداح، المدعو الكلب الخارجي، الذي تم إلقاء القبض عليه يوم 16 ديسمبر. وأنا كنت على عارف باللي راهم يستغلوا هذا القبض عليه إن شاء الله لكشف كل شيء. قبضوا عليه يوم 16 ديسمبر 2020 خلال عملية بحث وتمشيط بالقرب من بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، وكشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 28 ديسمبر 2020 خلال عملية تمشيط بجبل بوطويل ناحية ولاد رابح ولاية جيجل بنفس المنطقة. 5 مخابئ للإرهابيين. هذا ما أضاف البيان أنه تم خلال نفس العملية استرجاع مبلغ مالي مقدر ب80,000 أورو. 80,000 أورو، قدروها جماعة بقدا، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في الشهر أكتوبر الماضي بين فرنسا والمجرمين في منطقة الساحل، وطلقت خلاله 200 إرهابي. وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الوطن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. لا تنسوناش باللايكات، اللايكات الجماعة، اللايكات جزارة، جزاكم الله خيرا، وتفعيل الجرس والاشتراك، وتقبلوا مروري إخوة الكرام.